bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم كاملين. نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه وعائلتكم مزيانه. كاملين عارفين الفتره اللي كيدوز منها العالم دابا بسبب الوباء اللي انتشر واللي هو الفيروس ديال كورونا، اللي قادر يخرب الاقتصاد ديال العالم كامل، وقادر يخرب الاقتصاد ديال بلادنا وياخذ حبابنا الا ما درناش اللازم. وهذا اللازم هذا شنو هو؟ هو اننا نبقاو في ديورنا، بقى في دارك تحمي بلادك، بقى في دارك تحمي عائلتك، بقى في دارك تحمي راسك. دونك نبقاو في دارنا ونديروا وسائل تاع الوقايه كاملين، يعني نستغلوا هذه الايام هذه اللي حنا جالسين في الدار ونديروا شي حوايج اللي ما كناش كنساليو اننا نديروها. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد اليوم من هاد 15 يوم اللي حنا خصنا نجلسوا في الدار. غادي نشارك معكم شنو كندير فيه، كيفاش غنستغلوه، ومع بعض النصائح اللي تقدر تفيدكم. دونك بقاو مع الفلوق. اول حاجه بديت بها في اليوم ديالي في اطار حمله بقى في دارك، دونك فقت الصباح وحليت الشريجمان ديال الدار باش هكذا تدخل لي الشميشه للدار وتقتل الفيروسات بفعل الحراره. دونك هنايا جيت باش نفطر، غادي نفطر غير بوحدي لانه ماما كتفيق في الصبح وكتفطر ديك الساعه، كيفاش باش نفيق انايا تلقى ديجا فطرات. دونك غادي ناخذ هذا تشيتر مسلي ميفري ميفيلي، كنحاول نقرا لكم زعما بالتركيه. دونك هذا كناخذو من بين الثمن ديالو تقريبا واحد 15 درهم. عرفتي شحال بنين كيجي زوين بزاف. انا الصراحه ماشي من دوك الاحباء الكبار تاع هذا لي كورن فليكس، ولكن هذا كيجي زوين لانني كنديرو يعني بهذه التركيبه هذه وكنخلط معاه الحليب وبيرلي، واحد المعلقه من بيرلي مع الحليب. في نفس الوقت درت هنايا الماء كيدفى باش نشربو، لانه كاملين عارفين الفوائد ديال الماء السخون مع الصباح، كيسهل عمليه الهضم وكينقي الدات من السموم سورتو الا تشرب على الريق. عرفتو كنشم واحد الريحه جايه من الكوزينه؟ يا سلام، ها ريحه الخبز. في اطار حمله بقى في دارك ماما كتعجلي لنا الخبز في الدار، يا سلام. وما شحال هادي ما طيبتي لنا الخبز، شحال هادي شي عامات العيالات رجعوا طيبوا كاملين الخبز في الدار. البنات نوضوا شمروا على دراكم وعجنوا، ولا ما عرفتوش قولوا للوالده تعجن لكم الخبز في الدار احسن ما تخرجوا للزنقه باش تشريوه. دونك خليت ماما كطيب الخبز، انا جيت هنا غادي نقاد واحد لاصالاد فيت في. ما كاينش الخيار ولكن سي با غاف، يعني ماشي شي حاجه ضروريه، دونك ما غاديش نخرج على وديتو. دونك هاد الخضره هادي سلقناها في الماء نص طيبه، ودابا كنشحرها في الماء مع شويه ديال الزيت شويه الملحه والزعتر. دونك بما اننا جالسين في الدار هادي فرصه باش نعتنيو شويه بالبشره ديالنا، دونك غادي ندير واحد لي ماسك
تقدروا ديروا بحال هاد لي ماسك هادو اللي كيجيو بحال هكا تيكونوا واجدين، يعني كنشاركتهم معكم في واحد الفيديو. او لا تقدروا ديروا دي ماسك اللي تقدروا تصيبوهم بيديكم. انا هنا غادي نستعمل واحد لاغام كانت وصلتني من عند واحد لاباج انستغرام. دونك هي هادي لاغام فيها هنا غسول وهنايا فيها ما ورد، وهذا سيروم ديال الفيتامين اي والذهب، وهذا فيه مجموعه ديال الزيوت. بون انا غادي الا بغيتو نقدر ندير لكم فيديو على هاد لاغام هادي ونهضر لكم عليها بالتفصيل. دونك هنايا غادي ندير واحد معلقه من هاد الغسول نوريكم كيفاش كيجي. الحبيبات ديالو فريمون رقيقين بزاف. شوف دونك غندير منه معلقه وغادي ندير واحد شويه من ما ورد. هو كتجي معاه سبراي ديالو ولكن باش ما نبقاش كنلعب غندير من هنايا، وغادي نزيد معاه واحد جوج قطرات من هاد السيروم اللي فيه بزاف ديال الزيوت. هنا خليت الماسك كينشف وجيت باش ندور على كاع لي بواني والسواتات والتليفونات والتليكوموندات اللي كاينين في الدار باش نعقمهم بمعقم ومناديل ورقيه. فوالا هذا هو الشكل ديال الطبيله ديالتنا. كتشوفوني هنايا حاطه هاد السوانيه هادي وحاطه فيها كل كاس من جهه، ماشي غير هكاك وانما باش كل واحد يشرب في الكاس ديالو وما يتغلطش ليه مع الاخر. هنايا الكيسان ديال العصير حطاهم مختلفين، وهنايا الكيسان تاع الماء حتى هما كذلك. هنا في هاد القرعه هادي ديال ماما ما دايره القرنفل ودايره الحامض مع الماء بيان سور مغلي اولا الماء معدني. علاش؟ حيتاش الحامض الحمض فيه الفيتامين سي كيقوي المناعه، وكذلك القرنفل مزيان للجهاز التنفسي. وبالنسبه لهنايا حاطه لي زاسيت كل وحده بلاسيت تاعها، وحاطه تما البانس باش اللي بغى شي حاجه يهزها من هنا ويحط في لاسيت ديالو وياكل منها. علاش؟ لانه كنعرفوا حنا المغاربه مثلا فاش كناكلوا مثلا كناكلوا في شي حاجه اونصامبل كتكون كل واحد معلقته ولكن كناكلوا من نفس الطبصيل، يعني يقدر شي واحد يهز بحال هكذا ويهز من الطبصيل ويحط فمه ويعاود ثاني يجي يهز ثاني ويختم ما فين يقدر يدوز شي فيروس الله يحفظ ولا شي حاجه. دونك داكشي علاش تفاديا لهذا الشيء ووقايه كل واحد بلاصيه ديالو. وهذا الشيء اللي كاين وصحتكم.
بطبيعه الحال ما خصناش نساو بلي هذه ماشي عطله ولازم نتابعوا الدراسه ديالنا من الدار. انا هنايا جيت كنقاد الكوتي درت هذا التوست هذا ودرت هنايا الحليب والقرفه والبيض وشويه ديال السكر الفاني. لاسيه ديالي درت الشوكولا درت نوتيلا مع الفخيز وبالنسبه لاسيه ديال ماما درت لها غير الفخيز بوحدو لانها ما كتبغيش الحلاوه بزاف. اوكي هادشي هذا فيه غوتي وعشاء وكلشي غناكل معاه واحد شويه تاع لي فروي وصافي. وبالصحه والراحه. فوالا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم فيها بعض النصائح اللي تقدر تفيدكم ونتمنى تكون نالت اعجابكم والا عجبتكم واستفدتوا منها شاركوها مع صحابكم اللي تعم الفائده وما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراكات ديالكم لانه هذاك الشيء كيدعمني باش نزيد نعطي اكثر واكثر وتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي مرحبا بكم، معكم كنزة من قناه كندي. اليكم بعض المقتطفات من الاشياء اللي كنقوم بها سواء من ترتيب ديكور وطبخ وكذلك ميكاب فاشن ومشتريات. نتمنى ان هذه القناه وهذه الفيديوهات ينالوا اعجابكم.